اهلا وسهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامج مقلب دوت كوم. حلقه النهارده احنا بنتكلم فيها عن الخجل او الحياء. الخجل دي طبعا صفه جميله قوي ان الانسان يبقى عنده خجل، لان عكس الخجل ان حد يبقى بجح او حد يبقى مقتحم، فالخجل هو نفسه شيء جميل، لكن لما برضه يزيد عن حده بيتقلب لضده. جالنا اكتر من ايميل ناس بيتكلموا عن صحابهم انهم عندهم خجل زياده عن اللزوم. عندنا نور نبيل كانت بتقول ان صاحبتها مريم شطة طول الوقت خجوله لدرجه كبيره جدا، ومريم هي اللي اتعمل فيها المقلب بتاع النهارده اللي هنشوفه في اخر الحلقه. نور نبيل ومريم شطة الاثنين موجودين معانا، اهلا وسهلا، اتفضلوا. اهلا 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 وسهلا. انتي نوع على الكرسي الابيض، اتفضلي. اهلا وسهلا، ازي الصحه؟ نور انتي كنتي بتتكلمي على مريم ومبعته ايميل بتشتكي جامد جدا ان هي عامله مشاكل، بتتكسف دايما وخجوله موت، وكل ما حد يطلب منها حاجه يعني ما بيكونش ينفع انها تعملها بتقول لهم طيب اوكي، وما بتعرفش تقول لا، وده بيجي على حسابها كتير. يعني ما بتقدرش تقول لحد لا، يعني لو حد بيطلب منها حاجه. يعني حصل موقف مره مثلا عرضها لمشاكل؟ كتير. زي مثلا بيكون مثلا هي متاخره ولازم دلوقتي تروح، يعني لازم يعني تمشي دلوقتي، الناس تقول لها طب وصلينا مش عارفه ايه، ما تعرفش تقول لهم لا. مثلا بيكون فلوس معاها ناس بتستغلها، تقول لها اديني، ناس ما تعرفهمش اصلا بتديهم الفلوس اللي معاها عشان تتكسف تقول لا. طب انت ايه رايك يا مريم في الحكايه دي؟ معرفش، انا اتعودت ان انا ما اكسفش حد واقول له لا، يعني ما بحبش احرج حد. ما بتحبيش تحرجي حد ولا بتتكسفي انك تحرجي حد؟ اتكسف ان انا احرجه اقول له لا، احس ان هو بيتضايق، ما بحبش اضايق حد، عمري ما حبيت كده. ما بتحبيش تضايقي حد، فبالتالي طول الوقت بتتدبسي في مشاوير اذا كنت توصلي حد، او تتدبسي في انك انت تدي فلوس لحد ما تقدريش تقولي له لا انا الفلوس دي محتاجاها، او انا معيش فلوس، او تكذبي حتى تقولي معيش فلوس. ما اعرفش اكذب، بتكسف اقول له لا، احس ان هو متضايق كده احرجته. عشان كده على طول مكسوفه. وعشان كده صاحبتك وقت ما فكرت انها تعمل فيكي مقلب كان الهدف الاساسي من المقلب انك انت بس تخرجي شويه من الخجل الزياده اللي عندك. تمام؟ عموما احنا جالنا اكتر من ايميل ناس عندهم نفس المشكله، وناس بيشتكوا من صحابهم ان هم عندهم خجل جامد جدا. الايميلات دي كلها موجوده واصحابها موجودين معانا، هنقابل صحابها ونتكلم معاهم اول ما نرجع من الفاصل. شكرا. مرة تانية وبنكمل حلقتنا، وحلقتنا النهاردة عن الخجل. وزي ما قلنا في أول الحلقة حكاية أن أنت تبقي مكسوفة طول الوقت ده بيعرضك لمشاكل كتير. جالنا إيميل من هيثم أسامة بيشتكي أن صاحبه محمود عصام نفس الحكاية برضو. هيثم ومحمود الاثنين موجودين، أهلا وسهلا، تفضلوا. اهلا وسهلا، ازيك يا محمود؟ الحمد لله. ازيك يا هيثم؟ الحمد لله. يعني انتوا الاثنين قاعدين قبل ما تطلعوا انا عرفت مين فيكم محمود ومين فيكم هيثم. محمود قاعد عامل كده اهو، يعني مكسوف من بدري، يعني من ساعه ما دخلنا. ايه الحكايه دي بقى يا هيثم؟ والله الحكايه دي بتحصل كتير اساسا معايا، وكذا موقف حصل من الحاجات دي، بس ممكن اقول موقف منه قوي. كنا مثلا في العربيه بتاعته دي، عنده يعني اهم من هدومه اساسا العربيه بتاعته، بس فقبل ما اي واحد فينا يخش، يا جماعه انتوا لازم تلمعوا الجزمه قبل ما تخشوا. لمعوا الجزمه قبل ما تركبوا العربيه؟ الجزمه عشان ما توسخش العربيه. طب ازاي نظافه بقى؟ مش لو طالي يجيب جزمجي يحطها معانا ماشي. بس فلو في بنت جت وقالت له محمود اللي عايز يخش العربيه، اوكي يقول لها اتفضلي ان شاء الله توسخي العربيه عادي مفيش اي مشاكل. مثلا السجاير، لو احنا نقعد نطفي في السجاير في العربيه يقعد يعمل لنا فضيحه. اي بنت تيجي يقول مش مشكله اوديها البنزينه تتنضف. اوديها البنزينه تتنضف؟ اه العربيه طبعا. العربيه ما بتتوسخ بقى. يعني انت شايف ان هو خجول مع البنات ما يقدرش يقول لهم حاجه تضايقهم، لكن معاكو يتكلم براحته. يعني هو الخجل مش عليكو، الخجل على من البنات بس.
على البنات بس. وايه حكايه الموبايل اللي انت كاتبينها في الميل دي يا هيثم؟ انت كاتب في الميل حاجه عن الموبايل. الموبايل الموبايل مثلا كنا خارجين مع بنات وكده، فقبل ما نخرج معاهم على طول فبقول له يا محمود لو سمحت عايز اكلم دقيقه عشان نسيت اقول لاهلي حاجه. فبيقول لي يا عم ابعد عندي بقى معيش رصيد ارحموني يا جماعه. بس المهم رحنا قعدنا وفوجئ ان الموبايل بتاع محمود مع بنت وبتتكلم فيه. بقول له يا محمود انت مش قلت لي ان مفيش رصيد؟ قال لي عادي ما هي كسفتني. قلت لها طب الرصيد راح فين؟ بس يعني ما رضيش يقول لك ان هو معاه رصيد، لكن بالنسبه للبنت طبعا كان عنده رصيد كبير خليها تتكلم زي ما هي عادي. شحن الموبايل مخصوص. قلب بيزنس خلاص يعني. شحن الموبايل مخصوص عشان طبعا الكسف يقول لها. وبعدين هو طبعا وضع طبيعي، يعني اللي انت بتقوله ده ما يبقاش خجل قوي قد ما هو علاقته بيك تسمح ان يقول لك لا، لكن علاقته بواحده لاول مره بيقابلها اكيد ده هيكسف. انت ايه رايك في الموضوع ده يا محمود؟ انا ما بكسفش، هما بيحسوا كده يعني. انت ما بتكسفش؟ لكن هما بيحسوا كده. هو بيحسوا كده. يعني هل الكسوف طول الوقت مرتبط بوجود بنت اذا كانت زميلتكم في الجامعه او حاجه يعني؟ يعرفها وما يعرفهاش طول الوقت مكسوف. يعني لو يعرفها ممكن ما يتكسفش. طب ما يعرفهاش بقى يتكسف. عشان اول مره يمكن. طب محمود ما تقول ايه رايك؟ انا رايي ان اول مره في اي لقاء مع بنت الواحد بيحس انه خجول منها. يعني اول مرة يتعرف عليها. لكن لو بعد كده طبعا لا هتديها الموبايل ولا هتخليها تركب من غير ما تنظف رجليها ولا اي حاجه، هتبهدلها بعد كده. طيب عموما هيثم ومحمود احنا بنشكركم جدا، ومعانا المقلب. انت حظك برضه يا محمود كويس قوي ان هيثم ما لحقش يعمل فيك المقلب، لان المقلب كان من نصيب مريم. فمع بعضينا هنشوف المقلب اول ما نرجع من الفاصل. رجعنا مرة تانية وبنكمل حلقتنا النهاردة، وحلقتنا النهاردة عن الخجل. يعني برضو أنا شايف لسه مريم إن أنت قاعدة خجولة برضو، يعني حتى في قعدتك حتى في ضحكتك في خجل جامد جدا عندك. يعني هل ده حتى في علاقتك بأصحابك بالناس اللي معاكي في الدراسة أو كده، يعني كلامك معهم قليل مثلا؟ لا أكيد أصحابي يكون متعود عليهم وكده يعني، فواخدين على بعض فيبقى في كلام أكتر. في كلام اكتر مثلا اربع جمل في اليوم مثلا يعني. طب في البيت ايه بقى؟ عادي على طبيعتي طبعا اكيد في البيت. وطبعا المقلب اللي حصل معاكي كان في البيت، وده اللي هنعرف منه انت في البيت عادي ولا مش عادي لما نشوف مع بعضينا المقلب دلوقتي. اتفقنا مع الأم نور، واتفقنا مع الجارة اللي هيكون ليها دور مهم جدا في المقلب. اتفقنا معاها انها تشيل كل السجاد او اي حاجة مهمة من الفرش. فعلا الأم وقفت وبعتت السجاد والفرش المغسلة، وفهمت مريم انهم لازم ينظفوا في اليوم بالذات. الأم سابت البيت وكانت مريم لوحدها. الأم طبعا شغلت الكاميرات قبل ما تنزل على طول، واول ما نزلت بعتت فريق مقلب.com. مساء الخير يا مريم. مساء النور يا طنط. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. ماما موجوده؟ لا والله يا طنط لسه نازله. طب هطلب منك خدمه صغيره قوي يا مريم. مفيش مشكله. انا نسيت المفتاح بتاع الشقه جوه وقفلت عليه، وفي ضيوف جايه لي من البلد وجايبه لي حاجات، ممكن ينتظروا عندك خمس دقايق لغايه بس ما اروح اجيب المفتاح اللي عنده ماما واجي على طول. ماشي اوكي يا طنط. ميرسي قوي يا مريم. سعديه، رواش، شنبو، تعالوا. يا مجبل يوم وليلة يطوي السكة الطويلة. أيوة. دقيقة واحدة وجيالك، دقيقة واحدة وجيالك، جيالك دقيقة واحدة. يا مجبل يوم وليلة يطوي السكة الطويلة. We'll be right back.
عاشق ولا معشوق. معشوق من يوم ما رأيت الفلاح وزعت ومعيت الفلاح ونطاط الحيط الفلاح. نوم العاشق نوم العاشق. الله يحصنكم. النبي يا ست تعمل لنا كوباية شاي. والنبي يا شاب بعض النعناع إلى يروق مزاجك يا رب. لا مؤاخذة يا مزمزيل لا مؤاخذة، عامل لنا كوباية شاي بس تكون تقيلة شوية. بس بقول لك إيه، ما تبقاش تقيلة وعشان نعرف نشيلها. ولا أنا أشيل معاك. صراعي يا رب أجاب حبيبي. دق يا ساعة وقولي بالحق قولي بالحق. والله أنا قلب أنا دايك دق دايك دق. والساعة كم على باب إيه ده؟ الشاي والفرفش كده، حتى كانوا بيستعينوا بينا في احتفالات اكتوبر. جعمز يا شنب وجعمز. لا مؤاخذه لا مؤاخذه يا شاب كده دخلنا عليك ما عرفناكيش بروحنا، يعني محسوبك شنب اظن واضح. شنب ابوه وخبير في الطيور الفيومي والديك الروم، والولا الروج دي انا رواش اخصائي في تربيه الانارب. يا سلام عليها كده وهي في الملوخيه. وادي سعديه بتاع الحاجات الثقيله صديقتك نون والدسم والزبط ودامي. بقى احنا بقى بالعافيه يا شابه، كنا داخلين مشروع كده لتربيه الفراخ والدواجن الايتام مع جيرانكم اللي جنبيكوا دول، ويا حبزاء لو دخلتوا معاهم شركه. كانوا ناويين يدخلوكوا شركه مش كده؟ شكرا ما بنربيش الحاجات دي. ليه؟ دي شغلانه مربحه. دي الانارب في 6 شهور بتخلف 12 ولد وكل ولد 12 ارنب وكل ارنب بيتجوز 12 مره. يبقى عندك كده حاجات كتير بعد سالم. يبقى في السنه كانت كام شهر بقى؟ 12 مش كده؟ ايوه 13 او 12 12 ايوه 12. انا مش فاهمه حاجه، انا ما بحبش القرايب. ايه بس بتحبي النط والويز؟ بحبهم مش هربيه. طب ايه طبعا الاكل يا والد؟ والله يا بنتي انا عندك يا بنتي يعني. والله طلع فين المش؟ معلش اكل لا سمح الله ولا ايه؟ والله طلعت احنا جايبين كل حاجه مش عايزين نزعجكم يعني. ايه طلع يا بنت صور انا مش قادر. خد يا ولا يا عواش دش البصله دي. بقول لكم يا اولاد يعني احنا ناكل والارواح دي تفطس كده حوالينا. ارواح يعني الحيوانات دي بقى لها كتير في القفص. تعب علينا والله. افتح يا بنت. احنا هنعمل كل حاجه. ريح انت ريح ريح. طلعي يا بنت طلعي. طلعي 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 يا بنت. الله يكرمك. خدي بقى الخضره وجمال الخضره. ما فيش حاجه على الخضره وجمال حصل المقلب ده. اكيد هتفكري 100,000 مره قبل ما تتكسفي. يعني ناس داخلين البيت مكسوفه منهم ليه؟ داخلين ومعاهم ارانب ومعاهم بط وديك رومي وحاجات عجيبه جدا. انت ساعتها ايه اللي حصل؟ انا مش عارفه، انا ما كنتش مصدقه اللي بيحصل. بس كنتش مصدقه لغايه اول ما شفتي ماما رحت اترميت في حضنها على طول. هي دي اللي هتنقذك من الغزو اللي حصل في البيت. تمام. احنا عموما معانا فريق الغزو وفريق العمل اللي واقتحموا البيت عندك ومعاهم كل الطيور والحيوانات. اتفضلوا اهلا وسهلا.
ياسر وإيمان ومحمد الصغير. طبعا انتوا كنتوا عاملين كوكتيل ما بين الصعيدي وما بين الفلاح، يعني لا هو صعيدي ولا فلاح ولا فلاحي. طب يعني مين فيكم كان مثلا هو شايل البط والوز والحاجات دي كان قلقان منها؟ انا. انتوا ثلاثه، انت الوحيده اللي ما قلقتيش. لا قلقت من الارنب في الاول، حسيت انه نعيس في ايدي. لا والارنب كمان مقلق، وخصوصا الارنب ليه شيله معينه. من وين فجسمي عشان. طبعا. لكن البط والوز عادي. لا طيور طيور اليفه مفيش مشكله. بيعد يا استاذ. ها؟ لا البط كان بيعد. البط كان بيعد، بيعدك انت الوحيد يعني، انت الوحيد اللي كنت ما شكيتوش لحظه ان هم دول ممكن يكونوا بيمثلوا؟ يعني من لبسهم، من طريق كلامهم، من حاجه زي كده؟ لا خالص. طب احنا عموما المقلب اللي اتقدم النهارده الهدف الاساسي منه اللي احنا بنقول عليه حكايه ان الخجل ده ما يبقاش زياده عن اللزوم. انت عندك كام زياده عن اللزوم؟ واعتقد انه لسه ما زال زياده عن اللزوم. بنشكرك جدا وبنشكر فريق العمل، ونشكر كل الناس اللي موجودين معانا النهارده وكل الناس اللي موجودين في البيوت. نتقابل معاكم بكره ان شاء الله حلقه جديده من مقلب.com.